شخص لإجراء عملية منظار للقولون. إزاي بيتم هذا المنظار؟ هو المنظار بيتم حضرتك ان المريض لازم الاول بيتحضر، تمام لان انا داخل في مكان المفروض ان هو مليان فضلات، فالمفروض ان المكان ده يفضى تمام. فبنقول ان المريض بيقعد قبل المنظار حوالي يوم ونص ما بياكلش حاجه، يشرب سوائل شفافه بس، هو بياخد ورقه التحضير كده كده من المستشفى او من المركز اللي بيعمل فيه سوي شفافة يعني ميه، مية بس. ميه او عصاير بسكر او عصاير بس تكون شفافه ما يكونش فيها اي ملونات يعني. وبياخد بقى اما شرب زيت خروع، بياخد في ملينات بياخدها من فوق بحيث ان هي تنظف لي الجهاز جهاز الهضمي، الهضم. وفي بيعمل له مرتين او ثلاثه كده من حقن شرجيه قبل ما بيروح يعمل المنظار، تمام بحيث يبقى المكان نفسه، لان كل مليان. مكان القولون نقي مفيش فيه اي حاجه، كل مكان بيساعد الدكتور ان هو كده كده يكمل وفي نفس الوقت يشخص كويس يقدر يشوف كويس. يشوف كويس. وانا لما انا بقيم جدار، الجدار ده لما يكون عليه فضلات طعام ملزوق، انا ما اعرفش الفضلات دي جواها ايه، ده بدل تمام منها هتعبني ان انا اعدي بالمنظار يعني، كانك بعربيه وماشي في طريق في مطبات تمام او في حفر او في طوب، فانت فلازم لازم الحاجات دي تشيل تكون الحاجات نظيفة. دي كلها، فلازم تكون نظيفه على قد ما نقدر. تمام فده اول حاجه بيتعمل تحضير. التحضير. بعد كده المنظار، في حاجه اسمها منظار قصير ومنظار طويل، طيب هو كده ناخد كده نرجع لموضوعنا. حضرتك بتقول في منظار قصير ومنظار طويل. في منظار قصير ومنظار طويل. المنظار القصير ده اللي هو بياخد بس منطقه اللي هو الريكتم او المستقيم يعني اول 15 20 سنتي، وفي بقى المنظار الطويل انت بتجيب بيه لغايه اول او اخر جزء من الامعاء الدقيقه، اتصال الامعاء الدقيقه بالامعاء الغليظه، تمام بتجيب بيه الجزء ده. فده بتخش من فتحه الشرج عادي جدا. المريض طبعا بياخد حاجه سيداتيف او مهدئه او ممكن منومه زي ما يعني هو الدكتور مخدر موضوعي ولا مخدر كلي؟ لا لا مش موضوعي، هو بيبقى مخدر يعني، في حاجه اسمها سيداتيف او مهدئ، ان هو دورم كاموفاليوم والحاجات دي تمام المهدئ دي بياخدها تحسسه، بعض الناس بيناموا وما يحسش بحاجه خالص، وفي بعض الناس لما ياخدوها برضو يحس بالم، فبتضطر تديله مين؟ بنج عادي وكل حاجه، بس كلي. دايما بنج كلي او ممكن، بس بيفضل دايما في المنظار ان انا ما اديش بنج كلي. ليه؟ ليه؟ لان الالم بتاع المريض جايد لاين بالنسبه لي، او بمعنى اصح بنقول اللي هو مين، حارس او حاطط لي حد، لان انا بخش القولون بدي هواء علشان امشي، ما هو القولون او اي تجويف في البطن ما هوش فاتح كده تمام من واحد، لا هو قافل على نفسه لما يبقى بتملي مقفول، حاجة بيفتح حسب ما لما انت بتديه يبدا مين، يتسع. فاذا الجهاز الهضمي انا فضيته، فاذا القولون لما يخش هلاقيه مين، انبوبه مقفوله على نفسها كده. طب انا همشي ازاي في الانبوبه المقفوله؟ لازم افتحها، فبفتحها بالهواء، فبيخش الدكتور بالجهاز بالمنظار، وبالمنظار بيبقى فيه ثقب بيطلع مين، هواء، فالهواء ده بيفتح لي مين، يوسع للطريق. بيوسع ليا الطريق. طيب الهواء ممكن يبقى زياده، ممكن المريض نفسه يكون فيه التهابات وكلاله او عامله تاكل في الجدار، فيه قرحه والجدار ضعيف، لو انا النهارده مع شويه الهواء ممكن يتخرب من ضمن المضاعفات يعني، تمام المنظار نفسه ممكن يخرم لي. طب انا النهارده اعرف ازاي المريض ما اتألمش وانا ماشي، اتخرم وانا معدي المكان ده، فاهم؟ واخد بال حضرتك؟ يبقى وانت هنا عارف مش شايف المنظار ف انا بعد ما انا عديت خلاص الهواء يعني، بلاش المنظار هو اللي خرم، الهواء نفسه اللي بيطلع. خرم ليا تمام القولون بتاع الراجل. فاذا لما بيكون المريض واخد مهدئ، فبيبقى بنقول عند حد معين من الالم بيبدا يتالم، فده تمام بيخليني انا انتبه. انتبه، بيخلي الدكتور اللي شغال بالمنظار ينتبه، وبالذات لو مثلا لو كان دكتور صغير او حاجه او بتاع، او المناظير الاوليه اللي هي كانت بتبقى بالعين، لكن طبعا مع المناظير الحديثه والحاجات دي كلها والشاشه وقدام منك وصور مكبره، الحاجات دي كلها نسبتها بتبقى ضعيفه قوي، تمام فكده كده هو بياخد مين، مهدئ او بياخد مخدر، وطبعا بيحكمني في الاخر المريض، في مريض ممكن مع اقل شويه الم بيصوت، فما ينفعش ان انا اسيبه يتالم، فبديله، وبيبقى الدكتور هو بيعمل المنظار بيبقى مين، حريص في التعامل بتاعه. تمام وبعد كده بيخش هي انبوبه طولها تقريبا حوالي متر او 10 سنتي، وفيها كاميرا وفيها شفاه فاتحه تشفط بيها الافرازات وتدخل منها، عايز تاخد بيوبسي، عايز تكوي، عايز تشيل زوايد اللي انت عايزه منه، وفتحه للهواء. يعني هو هنا منظار تشخيصي وعلاجي. علاج زي الجهاز اللي زي اللي فوق بالظبط، بس ده طويل. تمام. يعني ممكن ابقى تشخيصي بس وممكن ممكن ابقى يبقى تشخيصي وعلاجي. تشخيصي، وممكن يبقى تشخيصي يعني وعلاجي، في لان ممكن انا دخلته لقيت فيه مثلا المريض عنده بنقول تمدد في الشعيرات الدمويه، بعمل له كي وانا موجود على طول. على طول بكويها له، عنده مثلا قرحه وقرحه نازفه بكويها او بحقنها، عنده زوايد
اللي هي بنقول عليها اورام حاميده مثلا، تمام. والزوايد دي لها عنق، ما هياش حاجه كبيره وفرشه، لا ليها عنق اقدر اشيلها بالعنق بسنير كده بتاعها وبالمنظار اشيلها بشيلها. فده ده علاج. لو زوايد كتير حتى تقدر تشيلها. وباخد لو زوايد كتير بتشيل، بس اهم حاجه يكون لها مين، ليها عنق اخنقها منه. لكن لو هي ممكن تبقى الزايده طالعه بس يبقى لها بيس كبيره، فما ينفعش اقول تخينة. انا هعمل قرحه مكانها، لكن لما يكون لها عنق قليل يعني تمام زي راس الارنبيطه كده. فاهم. فالارنبيطه حاجه فرشه فوق وليها عنق عنق من تحت، رفيع كده عنق فاقدر انا رفيع فاقدر اشيلها. اقفلها لكن واديها. لو هي راسها من فوق قد المقعده بتاعتها او قد الارتكاز بتاعها من تحت وعريضه، ما ينفعش تشيلها بقى، دي تمام. تبقى لها تكنيك اخر يعني بتتعمل. فلازم ولازم تاخد، وبرضه حسب الحجم اللي انت بتشوفه يعني، لو هي حاجه شكلها وحش كده وشاكك انها كانسر ما تشيلهاش، تاخد منها مين؟ عينة. عينه الاول وتشوفها وتيجي بعد كده طب تعملها. انا لو خدت العينة دي يعني بعد، اقول لك انا ما اخدش من ورا عينة لو لا قدر الله كانسر، لو خدت منه العينة لا لا عادي، ايه المشكله؟ هنروح من الكانسر نفسه، بيحصل فيه لازم تهيج اشخص. في لا لا الحقن. مفيش حاجه عادي اسمها، مفيش مشكلة. مفيش حاجه من الكلام ده خالص. تمام. تاخد العينه وبتبعتها تحلل، اذا كانت حميده وانت شايف ان انت من المره الاولانيه تقدر تشيلها خلاص بتشيلها، يعني بتخش تاني وتشيل. يعني ممكن من اول مره لو في المعمل موجود ممكن والمنظار موجود. وممكن المنظار تاخد لو انت عندك تشخيص في ساعتها، ودكتور البصري قاعد يفرد لك الشريحه ويشوفها في بعض المراكز كده دلوقتي، ونظبط كده لا الطبيعه بتاعتها ايه، شيل شيل. بيتاخد لو لا قدر الله كانسر، بيتاخد درجه امان مثلا حواليها ولا؟ لا لا لو كانسر ما ينفعش بقى، لو هي فيها مواد بتشيل سرطانيه جزء ما من ينفعش، القولون. لان في الحاله اللي زي كده انت لازم تاخد حاجه اسمها سيفتي مارجن. فانت عندك العمق، طب هل الحاجه دي موجوده في درجة البيز أمان. بتاعتها في الجدار ولا مش موجوده في الجدار؟ وغالبا بنسبه 99% ما فيش كانسر بيبقى له عمق، الكانسر دايما بيبقى طالع من الجدار بتاع العضو، وبيبقى طالع مين بمساحه كبيره من تحت بقاعده عريضه، فما ينفعش صعب قوي انك انت ده تشيلها محتاج من جراحة تحت، بقى يبقى محتاج جراحه. ويخش يستأصل جزء من بيشيل جزء بقى من القولون ويشيل بتاع، وتقيم بقى هل هو ممتد فيه غدد ليمفاويه ولا تمام. ما فيش، فانت لازم تاخد تشخيص كامل. عشان كده دكتور الجراحه قبل ما يخش ويفتح البطن لازم يبقى هو داخل عارف هيعمل ايه، يعني هي مش بتتاخد ياخد قراره عينة. بعد ما يفتح. بيتاخد عينة لو ورم سرطاني لو ورم سرطان بخش في قصص ثانيه بقى، اشعه قصص مقطعيه ثانية. وشوف بقى الغدد الليمفاويه وشوف الورم ده وصل بتحاول بقى لفين، لدكاترة شوف في الأورام اعضاء ثانيه، في اعضاء جراحين ثانيه الأورام. متاثره ولا ما فيش اعضاء ثانيه متاثره، عشان ياخد القرار. لان في حاجه اسمها ممكن يعمل ممكن ما يعملش، هو مش تمام كل ورم بيتشال، مظبوط. في ممكن ياخد علاج اشعاعي، ممكن ممكن ياخد علاج ياخد علاج كيماوي كيماوي. وخلاص، لانه وصل لمرحله ان انا ما ينفعش اشيله. تمام. بس ده يعني المنظار انت لما بتشوفه بتقدر تعرف يعني شكل الورم بيبقى معروف، بتقول لا ده يعني صعب ان ده يعني انت يبقى. حضرتك ممكن ما تاخدش عينه، ممكن من خلال الشكل لا انت كده كده تسأل. بتاخد عشان تؤكد، لكن انت من خلال نظرتك للماس او الورم اللي موجود تقدر تقول ده ورم حميد ولا ورم مين خبيث، وبالذات لما يكون حاجه متقدمه شويه. لكن لما تكون حاجات صغيره لسه في الاول وبتاع 90 في، وتكون اكتر من وحبه، فبتاخد منها عينه وتشوف. تمام. المنظار بيستغرق قد ايه؟ المنظار الطويل. والله المنظار التشخيصي يعني بيبقى من 10 دقايق لنص ساعة، ده التشخيصي. العلاجي طبعا حسب ما انت هتعمل ايه، حسب الحاجات اللي حسب جوه. الحاجات اللي انت بتشيلها. فهو دايما يعني اقول لحضرتك المنظار دايما كده يعني من 10 دقايق المنظار الطويل لغاية نص ساعة، لان انت كل مريض برضو بيبقى له تركيبة من جوه مختلفة عن اخر. في منظار ياخد 5 دقايق تخش تلاقي نفسك الدنيا ماشية كويس جدا قدام، كل مريض وفي فعلا واحد بيختلف عن تبص التاني. تلاقي نفسك المنظار عمال يلف معاك، والمريض نفسه تركيبة بطنه من جوه مش مش سلسة، طبيعية او مش مش ماشية سلسة، بطريقة مش زي سلسة. كل واحد. فبتلاقي نفسك بقى في مانيبوليشن طرق زي ما انت وظروفك فعلا في المريض إلى نفسه. أي مدى النتائج يعني خاصة بالمنظار التشخيصي والعلاجي بتجيب نتيجة لو في حاجات يعني زي ما لا التشخيص حضرتك كده؟ بتاعه بنسبة 100%، لأن أنا يعني باخد عينة المريض من هناك. بيتحسن، الشكوى بتاعته بتنتهي. أنت بتشخص، أنت شخصت عرفت المريض ده عنده إيه. ده كمان حضرتك زي ما قلت لحضرتك برضو اللي هو الإندوسونار اللي أنا بقول لسيادتك عليه، اللي هو جهاز سونار متركب على منظار، ده بقى بيصور لك كمان الجدار بتاع الجهاز الهضمي نفسه. يعني لو في حاجة جوه الجدار نفسها، بداية ورم أو بداية حاجة غير طبيعية جوه الجدار نفسه، أنت بتشوفها.